السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، نشرة الأخبار من الأولى وهذه عناوينها. الأسرة الملكية والشعب المغربي يحتفلان بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء، مناسبة لإبراز الانخراط المتواصل لسموها في دعم المبادرات ذات الطابع الاجتماعي والخيري. ميناء طنجة المتوسط 10 سنوات من الحركية الاقتصادية الهامة وإشاع قاري وعالمي. عشر حافلات كهربائية صديقة للبيئة تشرع في تقديم خدماتها بشوارع مراكش، والهدف تحسين شبكة النقل العمومي بالمدينة. موسيقى العالم والفنون الإفريقية مهرجان دولي تحتضن طنجة فعاليات دورته الثانية. أهلا بكم. اليوم تحتفل الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء، مناسبة سنوية لإبراز انخراط متواصل لسموها في دعم مختلف المبادرات ذات الطابع الاجتماعي والخيري، ورعاية ما فتئت توليها سموها للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا وهشاشة، لا سيما الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. سعيد غنام. ذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء مناسبة سنوية لاستحضار الانخراط المتواصل لسموها في المبادرة المتعددة ذات الطابع الاجتماعي والرعاية الخاصة التي ما فتئت سموها للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا لا سيما الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. فقد اهتمت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء منذ صغرها بالعمل الخيري والاجتماعي عبر رؤية تنبني على القيم الوطنية والتضامنية والحرص على دعم الشرائح الاجتماعية الأكثر هشاشة، خاصة الأطفال الصم والبكم. برافو، فينا هي موتور. برافو، ستيلو. فسمو الأميرة هي رئيسة مؤسسة للا أسماء للأطفال والشباب الصم. الأميرة الجليلة للا أسماء ما فتئت تقدم مختلف أنواع الدعم لهذه المؤسسة، وتحرص شخصيا على متابعة شؤونها وحضور مختلف التظاهرات، وفي مقدمتها ترأس سموها لحفل نهاية السنة الدراسية، حيث تقوم صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء بتوزيع جوائز تقديرية على التلاميذ المتفوقين، وتطلع على إنجازات تلاميذ وتلميذات المؤسسة من لوحات وإبداعات فنية ويدوية. هي أعمال تنجز داخل ورشات مؤسسة للا أسماء للأطفال والشباب الصم، والتي تعد مركزا مرجعيا رائدا في المغرب. فالمؤسسة ولأزيد من 40 سنة تقدم للأطفال الصم والبكم تعليما نموذجيا وبتقنية متطورة، أو كذلك تعريف هذه الكلمة بلغة الإشارة المغربية. كما أشرفت سمو الأميرة على توقيع 3 اتفاقية شراكة بين المؤسسة وجامعتي محمد الخامس بالرباط والأورو متوسطية بفاس لإدماج تلاميذ المؤسسة. وتساهم المؤسسة في إبراز المواهب والطاقات التي يتمتع بها هؤلاء الأطفال، وتيسر إدماجهم داخل المجتمع. زيارة ميدانية قام بها وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء إلى إقليم الحسيمة، وذلك للوقوف على سير أشغال توسيع وتقوية المسالك الطرقية الرابطة بين المناطق الحضرية والقروية. عبد الهادي الجحفي، عبد الفتاح زوين، وعز الدين أبو الجيوش. تأتي زيارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء إلى إقليم الحسيمة لتتبع أشغال توسيع وتقوية المسالك الطرقية الرابطة بين المناطق الحضرية والقروية بهذه الجهة. زيارة ميدانية للوقوف على سير أشغال توسيع الطريق الوطنية الرابطة بين ترقيز وبني بوفراح على طول 24 كيلومتر. مشروع مهم جدا، غيكون عنده أثر إيجابي على السكينة بطبيعة الحال، على السير، على الجولان، وأكيد أنه يكون عنده واحد الأثر كبير إن شاء الله حتى على الرواج الاقتصادي، وهذا من المشاريع في حقيقة المهمة. يهدف هذا المشروع الذي انطلق قبل أسبوع إلى تحسين السلامة الطرقية وتسهيل الولوج إلى الطريق الساحلي الرابطة
بين مدينتي طنجة وسعيدية. العرض ديالها 4 متر، دابا حاليا عتولي العرض ديالها 7 متر اللي عتسهل الحركة الاقتصادية والرواج الاقتصادي للمنطقة وكب السياح. والحمد لله راه نحاولوا ما امكن نكونوا في نهاية 2019 نكملوا هذا المشروع، حيث هو كيدخل في المشروع ديال المنارة ديال متوسط الحسيمة. هذا المشروع الذي من المقرر أن تنتهي الأشغال به بعد سنتين من الآن يرمي إلى توسيع وإعادة بناء المنشآت الفنية ومعالجة المحيط البيئي وتتمين الموارد الفلاحية والسياحية بالمنطقة. الجمع العام العادي للجمعية المغربية الدائمة لمؤتمرات التقاعد على التقريرين الأدبي والمكتب جديد لها. الجمع العام ناقش جملة من القضايا المرتبطة بمجال الطرق وعلاقات التعاون بين الجمعية قاريا ودوليا. نتجه شرقا إلى وجدة، حيث اجتماع خصص للتوقيع على عقد البرنامج المتعلق بمشاريع الإسكان والتعمير، وأهدافه إرساء قواعد تدبير حضري فعال وتقليص العجز السكني واستهداف الأحياء الناقصة التجهيز. مجمع الحفاوي ورشيد العتابي. هو لقاء يهدف إلى بلورة مشاريع البرنامج الوطني للإسكان والتعمير وسياسة المدينة وإعداد التراب الوطني على الصعيدين الإقليمي والجهوي، والتوفر على لوحة قيادة تتمكن من خلالها الوزارة المعنية من تقييم عملها وتحقيق الأهداف المسطرة، إضافة إلى تهيئة الشوارع الرئيسية بمدينة جرادة وتهيئة عشرات الأحياء الناقصة التجهيز. بعد الوقوف على هذا الواقع قررنا كذلك أن نمدد هذا البرنامج حتى يدخل إلى كافة شرايين الأحياء بدون استثناء، وحتى نضع المدينة ديال جرادة في مستوى ما تعرفه بعض المدن الأخرى المغربية من تأهيل على المستوى الحضاري. هو يهدف إلى إعادة تأهيل الأحياء الناقص التجهيز. فاش كنقولوا إعادة تأهيل يعني أساسا يعني مديها بالقنوات ديال الصرف الصحي والشبكة الطرقية والكهرباء إلى آخره، مع تهيئة بعض المناطق الخضراء والتشجير الى اخره. فهذا المشروع اللي تقريبا غادي يخلص له الغلاف المالي ديال 349 مليون درهم بالنسبه لمدينه جراده. مشاريع التهيئه الحضريه التي سطرت في هذا العقد ستهم ايضا منطقتي تويسيت وعين بن مطهر، حيث سيتم تهيئه العديد من المساحات الخضراء وتاهيل الاحياء وتزويدها بكل مقومات الحياه الكريمه بهذه المناطق الحدوديه. وقد قدر غلاف انجاز هذه المشاريع التي ستحسن من عيش الساكنه بحوالي 267 مليون درهم. وبمراكش، جولة تفقدية لوزير الثقافة والاتصال همت عددا من المتاحف والمآثر التاريخية، والهدف تثمين تراث المدينة الحمراء. أمين علام وعثمان التاسي. متحف دار السي سعيد أول محطة ضمن هذه الزيارة التفقدية لوزير الثقافة والاتصال لبعض المتاحف والمباني الأثرية التي تشكل مفخرة لمدينة مراكش وتستقطب العديد من الزوار من داخل المغرب ومن الخارج. عملية ترميم وتأهيل متحف دار السي سعيد الذي يعود تاريخه إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر قطعت أشواطا متقدمة. كيبقى هو النت المغربي يعني لديه تراث تاريخي، وبالتالي لابد ان تكون من ضمن الاولويات الاساسيه لدى وزاره الثقافه والاتصال. قمنا بزياره مجموعه من المتاحف والاشغال القائمه بها، وهي اشغال يعني تندرج ضمن تثمين هذا التراث وحمايه هذا التراث بالدرجه الاولى. نو زافون ان سول سوسي نو زون افون بوكو بارلي، الخدمه للبلاد هي اللي عندنا في الفكره نتاعنا انا والسي سعاده الوزير. دونك جا هاد لا فيزيت هادي بار كورتوازي بور فوار لي افونسي فوار ان بو الي فوني بور سانفورمي اوسي سور سكو لا فونداسيون اي ان تران دو بريباري. وتماشيا مع السياسة الرامية إلى تأهيل وتثمين المؤسسات المتحفية وجعلها منسجمة مع التوجهات المعمول بها عالميا، والرامية إلى إضفاء صبغة الموضوعات على المتاحف، تمت زيارة ورش تأهيل متحف الروافد المعروف عند المراكشيين بدار الباشا، مؤسسة من شأنها إبراز التنوع الذي يميز الهوية المغربية. الهدف من هذه الاشغال هذه هو انه نديروا اعاده الاعتبار لهذا البنايه التاريخيه اللي عندها واحد التاريخ، وكانت متحف ايثنوغرافي ديال الجنوب، ودابا غادي نحولوها ان شاء الله تكون متحف ديال النسيج والزرابي.
هو جانب من المجهودات التي تقوم بها وزارة الثقافة والاتصال والعديد من الشركاء من القطاع الخاص ومؤسسات دولية لتأهيل الموروث التراثي والمتحفي حفاظا على الذاكرة التاريخية وجعله في متناول الباحثين والزوار الراغبين في صبر أغوار الحضارة والثقافة المغربية. واللحظة الإطلالة اليومية على عالم المال والأعمال رفقة ياسر العمراني. ياسر مساء الخير. مساء الخير رضا. مساء الخير مشاهدينا الكرام. بداية الاقتصادية من ميناء طنجة المتوسط والذي يشهد ومنذ 10 سنوات حركة اقتصادية هامة مكنت من خلق مجموعة من فرص الشغل وطورت من معاملة الميناء على الصعيد الدولي. روبورتاج وفاء العقوبي ومحمد توانينا. ميناء طنجة المتوسط يعزز موقعه في السوق الدولية لنقل الصناديق الحديدية. 3 ملايين صندوق حديدي بميناء طنجة المتوسط واحد، منها 300 ألف صندوق تنشط في عملية التصدير والاستيراد لفائدة المغرب. وفي أفق بدء الأشغال بميناء طنجة المتوسط 2 سنة 2019 والذي تبلغ طاقته الاستيعابية 6 ملايين صندوق حديدي، سيصل عدد الحاويات في المجموع 9 ملايين. 9 ملايين حاوية ستمكن هذا الميناء من القفز من الرتبة 50 إلى الرتبة 20 عالميا من بين 500 ميناء عبر العالم. هذه مفخرة لنا ورقم مهم جدا سيعطي للجهة وللمغرب إشعاعا دوليا قويا على المستوى اللوجستيكي والبحري. أنشطة الميناء أرخت بظلالها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي على صعيد عمالة طنجة أصيلة، حيث رأت 700 شركة النور بالمناطق الحرة التابعة للوكالة الخاصة لطنجة المتوسط، مما ساهم في خلق 60 ألف منصب شغل بالمنطقة. من بين الأشياء الأخرى التي لا تقل أهمية هناك أيضا مواكبة مؤسسة الميناء لشباب المنطقة، وذلك من حيث التعليم وكذا التكوين التقني المرتبط بالمهن ذات الصلة بالميناء، وخير دليل على ذلك مركز التكوين داخل مصنع السيارات. العديد من المغاربة اكتسبوا هناك كفاءات تخول لهم الاشتغال داخل هذا المصنع الذي يوفر حاليا 7 آلاف منصب شغل. عبر ميناء طنجة المتوسط ينشط المغرب مع 175 ميناء دوليا في الأسبوع، 37 منها تنتمي إلى دول إفريقية. جدير بالإشارة أن القارة الإفريقية تنال حصة الأسد من حيث النقل الدولي للصناديق الحديدية بنسبة 40%. نواصل الاقتصادية من جهة سوس ماسة، حيث يحتل قطاع إنتاج وتصدير الطماطم المرتبة الأولى على المستوى الجهوي. 900 ألف طن هو حجم الإنتاج السنوي، في حين تصل المساحة المزروعة إلى 6500 هكتار. الروبورتاج لحجب تمك ومبارك زماني. عدد من الضيعات الفلاحية بجهة سوس ماسة تقوم بإنتاج الطماطم التي تلعب دورا هاما في الاقتصاد المحلي والوطني، وللحفاظ على جودة هذا المنتوج الذي سيبدأ جنيه شهر أكتوبر استعمل الفلاحون عدة تقنيات متطورة وإجراءات لحماية منتوج الطماطم من الذبابة والحشرات. وهذه السنة في هذه البداية هذه الفلاحة كلهم داروا مجهودات خاصة فيما يخص حماية المنتوجات من هذا الضرر، والليل حتى لحد الساعة تبين بأن كاين استعداد ديال المنتوج إن شاء الله ديال الطماطم اللي غادي يبدأ من دابا شهر. يساهم قطاع الطماطم في تطوير اقتصاد منطقة سوس وفي تشغيل يد عاملة مهمة، حيث يصل الانتاج إلى أزيد من 900 ألف طن سنويا. احنا كنديرو تقريبا ما يناهز 12 ألف طن من المواد اللي كنصدروا حنايا من ابتداء من بداية سبتمبر إلى آخر ماي. كنصدروا لمختلف أنحاء العالم، الدرجة الأولى روسيا ثم أوروبا كل الدول ديالها. المساحة ديال الطماطم في المنطقة تقريبا من بين 6000 حتى 6500 هكتار، وكيضم أنواع كثيرة جدا من هذا النوع الجديد اللي هو كيتسمى سوريز. بالنسبة للإنتاج فتقريبا عندنا واحد المعدل ديال 900 ألف طن
واللي كيمثل تقريبا 56% من الانتاج الاجمالي ديال الخضروات بالمنطقه ديال سوس مسا. زراعه الطماطم بمنطقه سوس عرفت تطورا ملحوظا على مستوى المساحات المزروعه التي وصلت هذه السنه الى 6500 هكتار، تحتل بها المرتبه الاولى من حيث التصدير على المستوى الوطني. دائما مع القطاع الفلاحي، وهذه المرة على مستوى إقليم بركان، حيث بدأ فلاح الإقليم في عملية تقويم الأشجار المثمرة وتتبع مراحل نموها، خصوصا تلك المتعلقة بفاكهة الرمان. الروبورتاج لوصال إمغري ورشيد العتابي. هنا ببركان حيث أصبحت إنتاجية الرمان تعرف ارتفاعا من حيث المردودية والنوعية. المنطقة تتميز بتنوع المنتوج وتعدد أصنافه. هذا عنده القشرة رقيقة ولكن ما كيصبرش بحال النوع ديال السفريها. هو راه وريته لكم هذا النوع، هذا يعني ديال ولاد عبد الله، ديال جبناه من بن بني بلال. وكاين هذا النوع اللي معروف وهو الشيخ، كنقولوا الشيخ الوجدي، عنده يعني ثلاثه ديال الاسماء. حنا كنقولوا له الوجدي هنا في المنطقه الشرقيه، وسميته الشيخ والمرسي. هذه السلسله عطينا لها واحد العنايه كبيره في هاد السنين الاخيره، رغم الاكراهات اللي عشتها المنطقه في نظره المياه وقله التساقطات المطريه. وقد انتقلت المساحة المزروعة لأشجار الرمان بالجهة من 300 هكتار إلى 600 هكتار، حيث يعد دعامة للدخل الأسري للعديد من الفلاحين. المنطقة ديال الشبيحية معروفة بالرمان، يعني هذه زمان دائما عندها الرمان، ولكن اليوم لا، اليوم راه تزاد الإنتاج وتزاد الزريعة وتزاد المهم، كل شيء تزاد اليوم مع هاد كيسميتو ديال الكوتاغوت، لان في الاول كانوا الناس كيسقيو غير بالربطه وكذا، كانت شويه الدعوه عيانه، ولكن اليوم اللي كاين هاد الكوتاغوت وكذا يعني تضاعف الانتاج مزيان الحمد لله. فاكهه ذات قيمه غذائيه عاليه استوجب معها تطوير هذه الزراعه وتنويع المنتوج وتوفير الشروط الملائمه لاستمرارها. ينظم مكتب شمال افريقيا التابع للجنه الاقتصاديه الافريقيه اجتماعه الثاني والثلاثين، وذلك ما بين الثالث والسادس من أكتوبر القادم بالرباط. الاجتماع سيناقش موضوع تشغيل الشباب والتنمية المستدامة بشمال إفريقيا. أما الآن فنتابع نسب بورصة الدار البيضاء في آخر تداولات هذا الأسبوع، إلى جانب المؤشرات العالمية، أسعار النفط وأسعار العملات. هذا إذن تنتهي آخر اقتصادية في هذا الأسبوع. أما الآن فنعود لرضا لإتمام الرئيسية. شكرا لك ياسر. غير بعيد عن الشأن الاقتصادي وببعد بيئي، 10 حافلات كهربائية تجوب شوارع مدينة مراكش منذ يوم أمس، مبادرة هي الأولى على الصعيدين الوطني والقاري، هدفها تحسين منظومة النقل الحضري والمحافظة على البيئة. سمية بالعياشي وعثمان التاسي.
10 حافلات كهربائية تم استيرادها من الصين عقب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP22 ليتم اليوم إعطاء انطلاقة تشغيلها، اختيار يشكل مبادرة محلية رائدة لتطوير المواصلات العمومية وتسهيل ربط الشبكة الحضرية من خلال خط بمعايير بيئية مستدامة. تنطلق في هذه الأثناء الحافلة، والأمر ينطبق كذلك على هذا المشروع برمته. السنة المنصرمة مع انعقاد قمة COP22 كانت الحافلات رهن إشارة المشاركين في القمة، وذلك لضمان تنقلهم وسط المدينة، واليوم بدأ الاستغلال التجاري لهذا المشروع في هذه المدينة الجميلة. هذا يجسد انخراط بلادنا في المحافظة على البيئة وكذلك في توظيف الطاقات النظيفة والمتجددة في عدة قطاعات من بها قطاع النقل الحضري. هنا لابد من الإشارة إلى أن مدينة مراكش احتضنت السنة الماضية في شهر نوفمبر قمة المناخ التي كانت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وهي قمة يعني لقيت نجاحا باهرا، وذلك بإشادة يعني المجتمع الدولي. الحافلات التي تعد مرحلة أولى لتطوير المواصلات العمومية تعمل ببطاريات يصل عمرها إلى 8 سنوات مزودة بنظام معلوماتي يمكن من الإشارة إلى رقم الخط والاتجاه وميكروفون يسهل تواصل السائق مع الركاب، بالإضافة إلى خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة. هذه الحافلات هي كهرباء مولدة من الطاقة النظيفة، يعني فإذا بجانب المحطة الأولى التي انطلقنا منها هناك محطة للطاقة الشمسية، منها تولد الكهرباء التي تزود هذه الحافلات بالكهرباء. التشغيل الفعلي للحافلات الكهربائية سيتم وفق توقيت يبدأ من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 11 ليلا بمعدل إيقاع مرور حافلة كل 6 دقائق في ساعة الذروة، وبإيقاع حافلة كل 12 دقيقة في الأوقات العادية لتوافد الركاب. مأساة مسلمي الروهينجا متواصلة وتحذيرات تتعاقب من اتساع رقعتها، آخرها من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الذي طالب الحكومة البرمية بوقف العمليات العسكرية وإتاحة وصول الدعم الإنساني بدون عوائق. مريم العفير. تمديد مهمة بعثة تقصي حقائق في ميانمار 6 أشهر قرار اتخذه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم، وقوبل باعتراضات من ميانمار، الصين والفلبين. وخلال أول اجتماع علني لمجلس الأمن الدولي حول ميانمار، تحذير من الأمين العام للأمم المتحدة من اتساع رقعة العنف ضد الروهينجا المسلمين، وتأكيد أن الأزمة إذا تفاقمت ستصبح كابوسا إنسانيا لحقوق الإنسان. تلقينا شهادات تقشعر لها الأبدان الفارين من النساء والأطفال وكبار السن، وتشير إلى العنف المفرط والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك إطلاق النار واستخدام الألغام ضد المدنيين والعنف الجنسي. هذا غير مقبول وينبغي أن يتوقف. من جهتها قالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن نيكي هيلي إن على المجلس اتخاذ أفعال وإجراءات، على رأسها إقالة قادة جيش ميانمار المتورطين في الأحداث الأخيرة ومحاكمتهم. إلى ذلك حذرت الأمم المتحدة أن استمرار تأزم الموقف يهدد بأن يواجه 250 ألف شخص آخرين خطر التشرد. وخلال 48 ساعة الماضية فقط وصل نحو 2000 من لاجئي الروهينجا بالقوارب إلى بنغلاديش، فيما بلغ عدد الضحايا بغرق أحد المراكب التي تقلهم إلى 63 بين قتيل ومفقود حسب المنظمة الدولية للهجرة. وسط دعوات دولية لتهدئة الوضع بإدلب السورية، تتواصل الغارات الجوية على المدينة، وضع أدانته فرنسا التي دعت النظام السوري إلى التمسك بتعهداته في مفاوضات أستانا بوقف الاشتباكات في محافظتي إدلب وحماة، وأضافت أن هذه الأعمال تمثل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.
إلى العراق، حيث استعادت قوات الأمن السيطرة على 4 قرى وتمكنت من قطع طريق إمدادات تنظيم داعش بين مناطق جنوب غرب كركوك. في الأثناء، هجوم واسع تشنه القوات العراقية على مدينة الحويجة، آخر معاقل التنظيم شمال البلاد. عبد الحي نصر. معارك عنيفة تخوضها القوات العراقية منذ صباح اليوم ضد مسلحي داعش في قضاء الحويجة، آخر معاقل تنظيم المتطرف في العراق. القوات العراقية تحاول خرق خطوط دفاع التنظيم في محاولة لتحرير مناطق مركز قضاء الحويجة وناحية الرشاد والرياض ومنطقة العباسي. رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي كان قد أعلن صباح اليوم انطلاق المرحلة الثانية من عمليات تحرير الحويجة وجميع المناطق المحيطة بمحافظة كركوك، وقال العبادي إن القوات العراقية مصممة على تحرير كل شبر من أرض العراق وسحق تنظيم داعش والقضاء عليه. وكانت القوات العراقية قد أعلنت أمس عن مقتل 557 من مقاتلي داعش وتحرير أكثر من 100 منطقة وقرية خلال عملية تحرير الحويجة. وفي حال استعادة القوات العراقية الحويجة، سيصبح وجود تنظيم داعش مقتصرا في البلاد على القضاء القائم على الحدود العراقية السورية. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم إن التجربة النووية الأخيرة لكوريا الشمالية برهنت على أن بيونغ يانغ أحرزت تقدما مهما في برنامجها النووي. وأكد يوكي أمانو أنه من الواضح أن القوة التفجيرية الناجمة عن التجربة الأخيرة هي أكبر من التجارب السابقة، الأمر الذي يمثل مستوى جديد للتهديد للمجتمع الدولي. عدد الأشخاص الذين لجأوا إلى مراكز الإيواء المؤقتة على جزيرة بالي في أندونيسيا ارتفع إلى نحو 135,000 شخص بعد تحذير من نشاط بركاني متزايد قد يؤدي إلى ثورة بركان جبل أجونج في أي وقت. وكانت السلطات قد رفعت درجة التحذير إلى أعلى مستوى الأسبوع الماضي بعد أن نفث البركان دخانا أبيض وسبب هزات أرضية في المنطقة. إلى الهند، حيث لقي 22 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 24 آخرون في حادث تدافع بمحطة للقطار في العاصمة الاقتصادية مومباي. أسباب الحادث لم تعرف بعد، وإن كانت المعطيات الأولى تفيد أن الحادث نتج عن شائعة مفاجئة تحدثت عن تماس كهربائي ما أثار حالة من الذعر والفزع، وتبقى الحصيلة مرشحة للارتفاع. وصل الخبر الوطني من أزمور، حيث أشرفت لجنة من الحجابة الملكية على توزيع هبة ملكية على الشرفاء الشوفانيين بمناسبة موسمهم السنوي. وبالمناسبة وزعت مساعدات مادية وعينية على المعوزين والأشخاص في وضعية إعاقة. في الرباط، حزب الاستقلال يعقد مؤتمره العام 17 وشعاره تجديد التعاقد من أجل الوطن، محطة تناقش فيها قضايا تهم المشهد الوطني في مختلف المجالات السياسية الاقتصادية والاجتماعية وأخرى تنظيمية. رشيد كن، شهاب زريوح، عبد الهادي سكوي ويسر الدومي. تجديد التعاقد من أجل الوطن شعار المؤتمر 17 لحزب الاستقلال. محطة تنظيمية سيدخل بها الحزب مرحلة سياسية جديدة ستقوم على إعادة تركيب المشهد السياسي وتحيين وعصرنة أساليب الممارسة الحزبية مضمونا وشكلا. حوالي 5,000 مؤتمر حج من مختلف ربوع المملكة تنتظرهم عدة وثائق للبحث والتدارس بشأنها. نحن أمام 17 وثيقة تهم مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والفكرية. هذه 17 وثيقة ستتم مدارستها في 5 لجان رئيسية داخل المؤتمر، ستتفرع عن المؤتمر وستقدم في شأنها توصيات. يوم الأحد إن شاء الله سنكون أمام مؤتمر بمخارج انتخابية تنظيمية وبمخارج فكرية ومعرفية. الجهوية، القرب والتعاقد وقضايا أخرى ستلزم كل المناضلات والمناضلين في هذا المؤتمر المشاركة في إعادة انتشار واسعة في المؤسسات الحزبية لضخ دماء جديدة وفتح المجال للطاقة التي يتوفر عليها الحزب.
مؤتمر السابع عشر هو مناسبة أولا لدراسة عدة قضايا تهم يعني الوطن بكامله. الآن كاين رغبة ديال الاستقلاليين والاستقلال بالتشبث باستقلالية القرار السياسي. استقلالية القرار السياسي لا بد من ديمقراطية داخلية ومنافسة حول منصب الأمين العام ومنصب ومناصب اللجنة التنفيذية. إذا إن شاء الله غادي نخرجوا موحد الصفوف ديالنا. محطة ديمقراطية بامتياز سيتم فيه التركيز أولا على تقوية ورص صفوف حزب الاستقلال ولوحدته. سيتم التركيز كذلك على تقييم هذه السنوات الأخيرة والعمل على استخلاص العبرة من أجل الخروج بمشروع استقلالي وخريطة طريق استقلالية للمستقبل. إذا كان طموح الحزب في هذه المحطة التنظيمية هو المصالحة ومراجعة الذات من أجل تقوية وحدة الحزب وتجاوز التحديات، فإن تقديم البدائل لجعل التمثيلية أكثر حقيقة يحتاج ضخ دماء جديدة. المؤتمر السابع عشر سيكون فرصة للتغيير، لتجديد النخب، لإنتاج أطروحة تجيب على التحديات التي تواجه بلادنا، لتأكيد تشبث حزب استقلال بثوابت بلادنا الجامعة التي أسس من أجل الدفاع عنها. المؤتمر السابع عشر عنوانه الأبرز هو التغيير، هو التجديد وإعادة إنتاج تراثنا الفكري. المؤتمر سيواصل أشغاله بتقديم ومناقشة التقريرين الأدبي والمالي ثم انتخاب رؤساء اللجن وإطلاق أشغالها. في مؤتمرها العاشر، منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الأسيوية لشؤون إفريقيا تختار المغرب كمقر رسمي للجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، مقر افتتح اليوم في الرباط. أحمد بن خديجة وحمزة السايح. اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني آلية دولية تتشكل من لجان السلم والتضامن بكل من المغرب، روسيا، النيبال، الهند، سريلانكا، بريطانيا، الفيتنام، تونس، مصر، العراق، لبنان، البحرين وفلسطين. فعالية دولية ستتمتع بها لدى المنتظم الدولي ومنظمات المجتمع المدني الدولية لمساندة ودعم كفاح الشعب الفلسطيني. احنا بنعقد النهاردة أول اجتماع لهذه اللجنة بحضور الأعضاء الدائمين، وبنحط أسس العمل الشعبي والإقليمي والدولي لتحقيق الأهداف التي نضعها لهذه اللجنة. التزام ملك والتزام شعب. التزامات ملك هي رئاسة للجنة القدس وما يفعله فيه في بيت المال القدس، وهو التزام عريق وأصيل للدولة المغربية، وأيضا التزام الشعب المغربي عن طريق جمعية مساندة الكفاح الفلسطيني وجمعيات أخرى بالقضية الفلسطينية ودعم لها. إذن هذا تكريم للمغرب ملكا وشعبا. وتجدر الإشارة إلى أنه تقرر تشكيل اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني ومقرها الرباط خلال أشغال المؤتمر العاشر لمنظمة تضامن الشعوب الإفريقية الذي احتضنته الرباط السنة المنصرمة. وكانت اللجنة الفلسطينية للسلم والتضامن قد تقدمت بمشروع قرار للمؤتمر لتشكيل اللجنة تم تأييده بإجماع كافة الدول المشاركة وعددها 20 دولة. في اليوم العالمي للقلب، منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر، والسبب 17 مليون شخص عبر دول المعمور يقضون كل سنة بسبب أمراض القلب والشرايين. من العرائش نتعرف أكثر على خطورة هذه الأمراض في ريبورتاج وفاء اليعقوبي ومحمد تونينا. عندما يحدث نقص في الدم المتدفق في الشرايين التاجية المغذية لعضلة القلب، فإن هذا يشي بقرب حدوث ذبحة صدرية على حين غراء. قبل حدوثها يحس الشخص المصاب بمجموعة من الأعراض. مثلا النهجة، المريض كيكون عادي واحد الوقت كيبدا ينهج في الخلفة ديالو في العمل ديالو، الألم في الصدر ولا في الباطن ديالو، وخصوصا إذا كان كيجي الألم ملي كيتمشى ولا كيعمشي مجهود. العرض يعني الرئيسي ديال الانفاركتوس الألم كيكون في الصدر، ألم صعيب وكيكون معاه العرق، الإنسان كيعرق واحد العرق كبير، وحاله ديال المالاج جينيرال. يعني في هذه الحاله هذه الانسان كيخصو يتقدم عند الطبيب ديال المعالج بكل سرعه. قبل حدوث الذبحه الصدريه
يحس الفرد أيضا بالغثيان والدوار وآلام في الذراعين تصعد إلى الرقبة والفكين، وفي بعض الحالات النادرة تتشابه أعراض الذبحة الصدرية في بداياتها مع أعراض سوء الهضم على مستوى المعدة. فما هي أهم مسببات الذبحة الصدرية؟ أهم أسباب أمراض القلب هي الإفراط في الدهنيات، هو التدخين، كيبدا الإنسان يدخن من السن المبكر، الجلس بزاف، يعني كيكون الإنسان ما كيتمشاش، ما كيعملش رياضة، الستريس، يعني إما في الخدمة ديالو إما في الحياة اليومية ديالو، وكيكون واحد العامل وراثي، وداء السكري والضغط المرتفع. المصابون بالأمراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم والسكري والكوليسترول هم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض القلبية. زيارة الطبيب القلب بشكل دوري ضرورة ملحة. طنسي ودار لي الشلل، تبعت طبيبة القلب، تمشي الدوري يمشي لنا، ما نقدرش نتمشى، ما تمشي يجيب الكروسة ما نقدرش. عندي السكري من النوع الثاني وقديم، ولا تنجي نراقب من 3 شهور للصوت تنجي نراقب. عند الدكتور هنا والقلب وكل شيء. ولا بأس أن تسود ثقافة زيارة الطبيب كإجراء وقائي. ما عندي حتى شي حالة، كنعمل كونترول وصافي، دائما كنعمل كونترول. ما شي بعد خطرة كنحس بالقلق ولا هذه كنجي نعمل كونترول كيقول لي ما عندك حتى شي حاجة، كندوز واحد المدة كنجي عنده دائما كنرتاح له كنمشي بحالي. كل نبضة من نبضات القلب تضخ الحياة في الجسم، فلنحافظ عليه بالتغذية السليمة والرياضة والابتعاد عن الضغوطات النفسية. أما إطلالتنا الرياضية لهذه النشرة فنستهلها بمنافسات البطولة الاحترافية لكرة القدم. أولى مباريات الجولة الرابعة جمعت فريق شباب أطلس خنيفرة ونهضة بركان وانتهت بالتعادل الإيجابي. خالد رغوت. بمدينة خنيفرة وفي لقاء متكافئ بين الطرفين استضاف فريق شباب أطلس خنيفرة ضيفه نهضة بركان. الفريق البركاني كان هو السباق للتسجيل مبكرا منذ الدقيقة 8 من بداية المباراة بهدف جميل حمل بصمة اللاعب أيوب الكعبي الذي تمكن بطريقة رائعة من هزم الحارس مصطفى العيادي. بعد ذلك تحرك خط هجوم فريق شباب أطلس خنيفرة الذي حاول الوصول لشباك مرمى الفريق البركاني، وكانت أوضح الفرص بواسطة المهاجم الإيفواري ساين ساير تنتهي بتدخل الحارس علي المحمدي. الدقيقة 34 تسديدة قوية من رجل اللاعب سهيل إيشو كادت أن تخادع مرمى الحارس مصطفى العيادي. مع بداية الجولة الثانية أتيحت للفريق البركاني فرصة إضافة الهدف الثاني، لكن الدفاع ينقذ الموقف من هدف محقق. اللحظة الأخيرة من عمر المباراة عرفت انتفاضة قوية لخط هجوم فريق شباب أطلس خنيفرة الذي أفصح عن رغبته في تسجيل هدف التعادل. هذا الهدف الذي جاء في الدقيقة 81 برأسية مركزة للمهاجم محمد فكري الذي تمكن من منح فريقه هدف التعادل في هذه المباراة. إذن هذا اللقاء ينتهي بالنتيجة المسجلة هدف لمثله ونقطة لكل فريق. وبرسم نصف نهاية دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم تمكن فريق الوداد البيضاوي من العودة بنتيجة التعادل 0 لمثله من ميدان فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة الذهاب. لقاء الإياب سيكون بعد 3 أسابيع. انطلقت مساء أمس بطنجة فعاليات المهرجان الدولي لموسيقى العالم والفنون الإفريقية في نسخته الثانية. فقراته نافذة على إبداعات الفنانين الأفارقة وشعاره معا لتثمين التراث الغني لقارتنا الإفريقية. محمد الوهيبي وسعيد نجح. المركز الثقافي بوكماخ بطنجة شكل منصة يسر تلاقي الروافد الفنية بتشعباتها، والقناة الواصلة الإيقاعات الموسيقية التي أبدعتها الفرق خلال عرض الافتتاح. هذا ملتقى جد مميز لأنه أعتقد أنه أول مرة كاين واحد لقاء اللي تجمع بين الفنانين المغاربة والفنانين ديال دول إفريقية. هذا الملتقى هذا تجسد الحضور القوي ديال المغرب في الدول الإفريقية. L'approchement des peuples se fait nécessairement par un vecteur comme la culture. Donc je pense que cela est important, cela c'est une quasi certitude. Et sous ce rapport, nous nous sommes fiers en tout cas chaque fois qu'on est au Maroc, on sait qu'on est chez nous.
فقرات الملتقى الدولي ترجمت أحاسيس المواهب المشاركة على اختلاف مشاربهم، ووحدتهم الكلمة الموزونة والتعبير الموسيقي والرقص، وكلها انصهرت في قالب فرجوي نقل القيم المشتركة. Une soirée pleine d'amour, de couleurs, de tout ce peuple qui est heureux, qui est fier de danser et de fêter ensemble et de se découvrir mutuellement. طنجة بعروضها المقدمة وبأبعادها الثقافية والفنية رسخت التقارب رغم التباعد الجغرافي، وجسدت قيم التضامن والتعايش الإنساني. تابعنا وإياكم في هذه النشرة. الأسرة الملكية والشعب المغربي يحتفلان بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة ليلى أسماء، مناسبة لإبراز الانخراط المتواصل لسموها في دعم المبادرات ذات الطابع الاجتماعي والخيري. ميناء طنجة المتوسط 10 سنوات من الحركية الاقتصادية الهامة وإشعاع قاري وعالمي. عشر حافلات كهربائية صديقة للبيئة تشرع في تقديم خدماتها بشوارع مراكش، والهدف تحسين شبكة النقل العمومي بالمدينة. موسيقى العالم والفنون الإفريقية مهرجان دولي تحتضن طنجة فعاليات دورته الثانية. لكم من طاقم النشرة ومني أطيب المنى.